واحنا بنتكلم عن مسألة مكافحة التغير المناخي، قد ايه مهم مسألة زراعة الأشجار؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا بشكر حضرتك جدا استاذه هبه على هذه الفرصة الطيبة، وطبعا برحب بالزميل الدكتور شعر، اهلا وسهلا بحضرتك. خلينا نبسط المصطلحات للمواطن البسيط. موضوع التشجير يمكن في تلازم ما بين المصري وما بين الخضرة. المصري من طبيعته سيكولوجيا يحب الخضرة جدا، لدرجة ان المزارع، يعني انا من منطقة زراعية، الفلاح طول ما لاقي حتة فاضية لازم يحط فيها شجرة، بنسميه كده بينكت فيها شجرة. هو كده يعني، مع انك انت في منطقة زراعية كلها خضرة، بس طول ما في مكان فاضي بيزرع فيها شجرة. ده المصري. طب ده متاح للريف، هناك في أراضي وغيره. المدينة هنا بقى تدخل الحكومة بيكون هو التدخل المهم جدا، زي ما حضرتك في تقرير حضرتك ان وزارة البيئة مع الدولة بدأت تفكر فعليا ان مبادرة السيد الرئيس اللي هي 100 مليون شجرة ليها اكتر من جانب. بالمناسبة الموضوع مش شجرة خضراء وامتصاص ثاني اكسيد الكربون واكسجين، لا، ده في حاجة مهمة كمان ليها علاقة بسياسة مصر فيما يتعلق بقضية تغير المناخ وقضية الانبعاثات. لو انا قدرت ازرع ال 100 مليون شجره، كل شجره على حسب التقرير حوالي 500 كيلو جرام ثاني اكسيد الكربون امتصاص في السنه، يعني بتكلم على 50 مليون طن ثاني اكسيد الكربون يمكن امتصاصهم والتخلص منهم بال 100 مليون شجره. دول اللي هم بينشأوا او بيجوا من التلوث، بيجوا من الانتاج الصناعي، بيجوا من المصانع، ممارسات خاطئه دول للانسان. دول بيشيلوا من على حضرتك 20% عبء انبعاثات ثاني اكسيد الكربون. انا حوالي 350 مليون او 370 مليون طن سنويا من كل الانشطه اللي في مصر بتطلع لي هذا الموضوع، وبيحصل حاجه اسمها حصر غازات الاحتباس الحراري، وبنقدم تقرير للامم المتحده نقول انا كمصر عندي حوالي 350 مليون طن. لما انا ازرع 100 مليون شجره وانجح، ما انا ما عنديش 100 مليون شجره بس، انا عندي اصلا اكثر من 200 مليون شجره مزروعين، اللي هي الاشجار الفاكهه والاشجار الموجوده في كل مكان في مصر. هذا الكم من الشجر رغم مساحه مصر الصحراويه المتسعه يقدر يقول ان ملف مصر فيما يخص موضوع تغير المناخ وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري ماشي في الطريق الصحيح. ممتاز. قدر الامكان، لان انا ما عنديش الموارد الكافيه اللي اقدر اخلي مصر كلها خضره. ما احنا بندور على حلول قبل للتنفيذ، يعني مش كل حاجه في ايدنا نعملها لمكافحه التغير المناخي.